اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انا دكتورة هديل ساتيا بيدياتريك سبيشاليست ام ار سي بي سي اتش 1 اند 2 هولدن. ده انترودكتوري ليكشر عن الكورس بتاعنا اللي هو الام ار سي بي سي اتش 1 اف او بي اند تاسك بريبريشن كورس. هنعرف في الدقائق الجاية دي أول حاجة يعني شنو MRCPCH لو أنت كنت جديد ويا دوب هتبدأ، بيأهلك لشنو وأنت عايز تمتحن أصلا ليه. هنتكلم شوية عن الكورس حقنا ده كيف هيفيدك وكيف أنت تستفيد منه لأقصى درجة حتى لو ما كنت هتواصل هنا في السودان أو في UK. أول حاجة نبدأ بالابريفيشن. MRCPCH هو abbreviation لل membership of the Royal College of Pediatrics and Child Health و essential component of training. يعني أنت ما حتقدر تمارس البيدياتريكس في UK ما لم تكون كملت كل الامتحانات حقتهم including حتى الكلينيكال. فأنت لو عملت كل الامتحانات فأنت يا دوب this is an entry exam، كده يا دوب أنت حتبدأ معاهم a training program. الجنرال ميديكال كونسل اللي هو مقابل للمجلس الطبي السوداني حقنا هو approved ال MRCPCH to require meetings to require standards حقتهم، سواء كانت في research أو ال evidence based medicine. فهم لازم يضمنوا إنه أنت you pass كل ال exams دي ولازم يكون عندها validity period معينة، يعني ما بين ال theory وما بين ال clinical لازم يكون عندك 7 سنين تمتحن فيها ال clinical وبعد ذاك عندك validity to practice to start ال training هناك. طيب التريننج في UK زي ما قلنا هو just an entry exam. انت لو عملت كل الامتحانات حقتنا اللي هي ال 3 series والكلينيكال انت يا دوب كده بديت في التريننج. لو بديت معاهم حتكون دخلت ب ST4 level يعني level 2 من التريننج، فكده انت اخذت just one step up، يعني اختصرت على نفسك one step ومشيت. طيب نتكلم شوية عن الامتحانات هي شنو. عندك 3 theory exams اللي هي ال foundation of practice اختصارا ال FOP، عندنا task أو theory and science، وعندنا ال AKP أو ال applied knowledge in practice. ديل ال 3 theory exams. وعندك ديل طبعا لازم تبدأ بهم، لازم تبدأ بالثيوري باختلاف الترتيب حقهم. بعد ذاك بتنتهي بشنو بال clinical exam. بالنسبة للثيوري exams زي ما قلنا ناخدها in any order، ممكن تاخدها ابتداء بال FOP والتاس وتمتحن بعد ذاك ال AKB، أو في ناس بيرجعوا حركة ورا اللي هو بيبدأ بال AKB لأنها هي more clinical، يعني الناس ال أصلا شغالين بيحبوا إنه يبدوا بال clinical based. فهي it's up to you، أنت ممكن تبدأ بدي أو تبدأ بال part 1. الكانديدز لازم في النهاية انت لو اخدتها in any order لازم في النهاية تكون امتحنت كل 3 theory exams قبل ما تمتحن الكلينيكال، ده الشرط الوحيد. عادة بيكون في 3 settings في كل سنة اللي هي باختلاف الشهور. بالنسبة لل MRCPCH1 FOP and TAS في السودان عندنا في شهر جون and أكتوبر، في شهر 6 وشهر 10، لكن outside ممكن تمتحنوا في شهر 2 شهر 6 وشهر 10. أهم معلومة نكون عارفينها إنه you don't need to pass English language test، يعني ما بتضروا إنك تكون ممتحن الـ IELTS أو تمتحن الـ OET عشان تمر الـ theory exams. بس المهم إنه زي ما أنت قريت في الجامعة تكون familiar with medical terms، تكون عارف to speak English language safely، لكن حتفيدك أكتر في الـ clinical examination. الـ clinical exam بعد ذاك حيحتاج منك لـ language، في الـ communication، في الـ history، فلازم at least يكون عندك safe English language. طيب الكور حق الكورس حقنا ده كله هو part 1 exam اللي هو بيتكون لنا من 2 parts ال FOP and TAS. هي كلها delivered via computer based testing، حسبيت كلها
بالظبط في الفترة الأخيرة، السنين الأخيرة أخيرة للكوفيد بانديميك لمدة سنة تقريبا الامتحانات دي وقفت، لكن رجعت تاني وبقى عندك أوبشن إنك تو تيك ذيس إكزام كمبيوترايزد أو تاخدها فروم يور هوم، يكون عندك انفيجيليشن ات يور ورك بليس. لكن في السودان ذيس ان افيلابل اوتسايد يس في. طيب كيف انت تبدأ الطريق ده؟ طيب اول حاجة لازم يكون عندك الباشون انك عاوز تمتحن وعايز تواصل في البيدياتريكس، لانه معروف انه عموما البيدياتريكس من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تواصل فيها. طيب قررت انه انت عايز تمتحن الـ MRCPCH either انك to practice medicine in UK او ممكن to practice medicine هنا في السودان، لانه انت لو امتحنت MRCPCH 1 and 2 بيأهلك انك تدخل البروجرام. فأول حاجة، أول practical point تعملها إنه to register في الويب سايت حقهم الـ rcpch.uk. طيب الـ registration ده بيحتاج تقريبا منك لـ 2 weeks. أول حاجة هترسل لهم، هيكون عندهم rcpch number، هترسل لهم الـ information حقتك الـ personal information كلها، وهترسل لهم الـ certifications حقتك in English. تقريبا البروسيس دي عشان يرجعوا لك بتاخد 2 weeks to 3 weeks، بيرجعوا لك to confirm انه yes، حيدوك RCPCH number with password. كده انت خلاص registered في الويب سايت. دي اهم step انت تعملها، وانا بحبز انه الحاجة دي تعملها earlier. ليه؟ لانه الويب سايت حيفيدك بعد ذاك في قرايتك، حيفيدك في النيوز كل مرة هم they update you about الامتحانات والديتس كلها. طيب انت خلاص registered، بعد ذاك انت عندك RCPCH number، ممكن تبدأ طوالي تمتحن. هتعرف التايمينجز بتاعت الاكزام والابليكيشن ديت. عادة الابليكيشن ديت بيكون قبل 3 شهور من موعد الامتحان، يعني لو انت عايز تمتحن في شهر 6 عادة في شهر 2 او شهر 3 بيبدأ الاعلان عن الابليكيشن ديت. overseas في high competition، فانت لو قررت انه to applicate خلال الفيو اورز الاولى او سوري الفيو مينتس الاولى بيكون كل السيت اتاخدت، فلازم تكون ريدي، تكون جاهز، اللابتوب بتاعك جاهز، النت بتاعك قوي. خلاص يو applicate confirm الديت حقتك، فبعد ده تعمل الستادي بلان and to stick to it. My advice إنه تأخذ لك عشان to prepare well لازم at least يكون عندك 3 months to be well prepared. إنت لو قدرت تأخذ الـ MRCPCH1 اللي هو بقسمين والاثنين FOP and TAST minimum 3 months. في ناس طبعا هي في اختلافات شخصية ممكن تأخذ أقل من كده أو أكتر من كده، لكن minimum عشان تكون ready 3 شهور. طيب الـ Foundation of Practice ها assess the knowledge والunderstanding والclinical decision، فهو mainly الناس ما بتكون فيه مشكلة للناس اللي هي they started الـ practice، لأنها هي clinical based بتعتمد على الكيسز اللي انت بتكون شايفها أو بتكون قريتها قبل كده. مدة الامتحان 2 hours and 30 minutes. زي ما قلنا الـ FOP and TAS بإمكانك إنك تمتحنه في يوم واحد. عادة الـ FOP بيكون at morning، بيكون الأول. الامتحان بيتكون من 70 سؤال بتاع single best answer وعشرة أسئلة بتاعة EMQ اللي هي extended match questions. بيكون عندك تقريبا 10 options، وبعد ذاك بيدوك 3 سيناريوز وانت بتختار من الاوبشنز دي، بتختار الابروبريت. المدة عادة هي بتكون كافية لمعظم الناس، لكن لو كانت عملت good management. الgood management بيجي من وين؟ من البراكتس، من القراية، وبيجي من حلك الكثير للامتحانات، بالذات السامبل بيبر اللي بتلقاها في الويب سايت. theory and science
هو بيقيس لنا البيزك ساينسز اللي هي الفيزيولوجي، البايو، الفارما اللي احنا اصلا قريناها في الجامعة، ودي عادة بالذات في السودان ما بيكون عندنا فيها مشكلة كبيرة، لانه هنا جامعاتنا بتعتمد اكتر حاجة على البيزك، فعادة الناس ما بيكون عندهم مشكلة. برضو مدته 2 hours and 30 minutes، وبنفس الطريقة بيكون عندك 70 single test answer question and 10 EMQ. طيب الفيز حقة الامتحان لكل واحد براهم تقريبا 325 باوند، يعني استرليني. الاثنين مع بعض لو عايز تمتحنون الاثنين مع بعض بيكون تقريبا 550 استرليني. طيب نيجي للسؤال المهم، انت كيف تكون well prepared؟ عندك a lot of materials، ما بالضروري انك تكون ماخذة كلها، لكن at least تاخذ المهمة فيها. فالماتيريال بتاعتك فيها تكست بوكس، فيها كويتشن بوكس، فيها كورس فيديوز اللي هي هنمد عليك، اللي هي دي الريكوردد ريكوردد ليكتشرز اللي هنديها لك في الكورس ده. عندك الباست تيست او لون اكزامينيشن كويتشن بانكس، ودي هي عبارة عن اونلاين سبسكريبشن انت بتدفع فيها قروش تقريبا ما بين 50 ل 100 باوند، بتشترك فيها لمدة معينة، بيكون فيها اونلاين كويتشنز بتحلها وبيديك حتى الجريدز حقتك، بيعمل لك اسسمنت. فهي دي مهمة شديد للبراكتس عشان انت تعرف طريقة الامتحان وتو بي فاميليير وذ ذا كويتشنز. طيب نيجي للتكست بوك. التكست بوكس من اهم التكست بوكس اللي عادة الناس بتقرا منها اللي هي الاسينشال ريفيجن نوتس. ده ميزته انه بيديك paragraphs قصيرة وبيكون focused، بيكون directed للtopics، فيه معظم مغطي كل معظم التوبكس، لكن هو شوية deficiency في الcommunity. فmy advice انه تقروا الcommunity من الماستر كورس اللي هو science of pediatrics master course. ده فيه detailed information للgeneral pediatric وكمان للcommunity pediatrics. طيب من الكتب حقت البيزك هي البيزك ميديكال ساينس فور ام ار سي بي بارت 1، ده لك الخيار، هو كتاب صغير وكونسايز يعني شامل لكل البيزكس. ممكن تقرا منه او لك الخيار انك تقرا من الكتب الاوريدي انت قريت منها في الجامعه. عندك الكتب الحلوة الشديد هي الـ Illustrated Textbooks of Pediatrics، I think إنه معظم الناس كانت familiar with it في أيام الجامعة. ميزته إنه فيه diagrams، فيه pictures، فبالناس بالذات الناس اللي عندها visual memory مهم شديد لهم. برضو من الكتب الحلوة اللي هو Survival Pediatric Exams Survival Guide، ده كمان مهم في بارت 2 وللكلينيكال، فانت لو بديت فيه في بارت 1 ممكن يمشي معاك لحد الكلينيكال. طيب ما بالضروره انه كل الخمسه كتب دي تكون معاك، زي ما قلت لك انت بتختار، هي في النهايه individual choice. انت تحاول تشوف اقرب حاجه لك بتحبها وتقدر تقرا منها كويس فممكن تختارها. طيب الكويشن بوكس لازم يكون عندك at least one question book. الكور حقنا اللي هو معظم الناس بتقرا منه اللي هو summaries، فيه questions بنفس الطريقة single best answer، وفيها الحل بتاعه والexplanation، فممكن انت حتى كمان تقرا منها. عندنا كتب تانية اللي هي clinical cases of MRCPCH للtas وللFOP، بالذات دي للناس اللي عايز تاخد separately، يعني تمتحن ال FOP برا وتمتحن ال task. هي تقريبا كل كتاب فيه 50 سؤال، بديك برضو ال answer، بديك ال explanation. طيب في كتب تانية طبعا كتيرة زي ال guidelines، ال UK guidelines، سواء كانت ال neonatal أو ال pediatric، لازم تكون عندك آخر version، لأنه بتحتاج في some topics، يعني بالذات التوبكس الكبيرة زي مثلاً celiac disease، يعني لازم تكون عارف الـ guidelines، الأزمة لازم تكون عارف الـ UK guidelines. دي تقريباً كل سنتين بيطلعوا عليهم كتاب، فأتليس يكون عندك soft copy منها عشان تقدر ترجع للـ guidelines. عندك برضو sample paper فيها برضو questions. sample paper دي انت بتلقاها في الويب سايت، وعادة بيتكرر منها في الامتحانات الجاية، بياخدوا منها تقريبا سؤال او سؤالين، مرات بتتكرر.
مرات الناس بتطلع ريكولز، الريكولز دي مهمة يس، لكن ما بالضروري انك تاخذ منها الانسر، لانه sometimes الانسر بتكون wrong، فانت at least to be familiar with the topics، يعني have a look to it. طيب نيجي نتكلم شوية عن الكورس حقنا في التو سلايدز الأخيرة، اللي هو حيفيدك شنو الكورس حقنا ده. أول حاجة it will summarize the textbooks دي، حنحاول نختار التوبكس المهمة، طبعا definitely ما حنقدر نختار كل التوبكس نغطيها كلها، لكن حنختار التوبكس المهمة ونعمل لها summarize. They will go through previous exam questions، وفي ال question books نحاول كل مرة بالذات في ال interactive session نحل لنا كم سؤال. They will update you about the most UK guidelines، برضو حيكون في selection ل some topics عشان نعرف ال guidelines حقتها. حنحاول نمشي في sample paper questions and answer، وآخر حاجة حيكون نهاية الثلاثة شهور عندنا mock exam to simulate a real exam، عشان تقدر يعني تعرف نفسك انت حتقدر ولا لا. طيب الكورس حقنا ده مقسم ل lectures، اللي هي دي بتكون recorded، وعادة قبل كل ليكتشر بيكون عندنا بيكون عارفين بيكون عندنا تايم تيبل. نهاية الأسبوع أو نهاية كل أسبوعين بيكون عندنا interactive session بنعمل فيها discussion للquestions، ونهاية الثلاثة شهور بيكون عندنا mock exam. الريكوردد ليكتشرز تقريبا هي 40 محاضرة، فيها البيزك ساينسز تقريبا 8 تو 9 ليكتشرز، الجنرال بيدياتكس تقريبا 26 ليكتشر، والكوميونيتي بيدياتك تقريبا 6 ليكتشرز او 7 ليكتشرز. طيب my advice my personal advice عشان تستفيد من الكورس ده لأقصى درجة، أول حاجة should be well prepared before a lecture، زي ما قلت لكم حينزل time table قبل الكورس ما يبدأ، فأنت حتكون عارف يا توبيك حنناقشه الليلة، ف so should be well prepared، have a look، عايل للreference حقك، أقرأ شوية، then during the session take your note، شوف الديفكت وين انت عايز تسأل مين شنو. في الديسكشن سيشن try to attend and participate عشان تقدر تستفيد وتفيد غيرك. بعد الديسكشن سيشن حاول ارجع تاني للكويتشن بوك حقك وحل لك كم سؤال، شوف برضو في حاجة مست ولا لا، study again and fill the gaps، ولو في اي سؤال ممكن نرجع تاني to be discussed. دي كده السيشن حقنا انتهى، إن شاء الله حنبدأ الكورس بإذن الله، نحاول نستفيد منه بقدر الإمكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.